يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس لديهم إبل من النوع الغالي وقد تصل قيمتها إلى أسعار خيالية، قد يصاب بعضها بالمرض، فهل يجوز رقيتها وكيف ذلك؟ وهل إذا قرأ في ماء شيئا من القرآن ثم أشربها للإبل هل هذا الفعل جائز؟ أولا، المبالغة وتبذير الأموال وارتفاع قيمة الإبل إلى الخيال هذا أمر لا يجوز، هذا من التلاعب بالمال. وأما أن الإبل تعالج إذا كان هذا ينفع فلا بأس، إذا كان أنه ينفع فلا بأس بذلك، وأحسن من هذا الورد تورد على نفسك وعلى مالك. نعم.